دكتور علي تسمح لي اقول حاجه صغيره؟ اتفضل يا فندم. يعني برضو ايه الحكمه ان يوم ويوم لا؟ عشان تترك الراي العام يتفاعل. والتلفزيون يتفاعل مع ما قيل. صحيح. زي كده 4 جلسات كل يوم، مره سياسي ومره اقتصادي ومره اجتماعي. تمام. هي مجموعه اسئله في سياق واحد. فضل. من نجلاء سليمان، فرقه ثالثه، اقتصاد وعلوم سياسيه. من اسلام محمد متولي، فرقه ثانيه، علوم سياسيه. ومن محمد خالد، فرقه ثانيه، علوم سياسيه. نعم. الثلاثه يعني مش شايفين اهميه من وجهه نظرهم للاحزاب. بيقولوا ايه اهميه الاحزاب؟ لا ده دي حاجه تخلينا يعني نقف قدامها. صح. بيقولوا ايه اهميه الاحزاب؟ يعني احنا هنستفيد بايه بوجود احزاب او بتنشيط احزاب؟ طلبه اقتصاد وعلوم سياسيه. يجوز هم كشباب ولهم الحق في هذا، يعني ربما شكلوا وجهه نظرهم من واقع مراقبتهم للحياه السياسيه المصريه. بالظبط. فلم يروا على صفحات الجرائد، على قنوات التلفزيون، في لقاءات كبار المسؤولين، ان الاحزاب لها دور. ومن ثم انا لا الومهم، انما اعتقد ده مؤشر خطير على وضع خاطئ في الحياه السياسيه المصريه. ولهذا طرحت السؤال. ولهذا طرحت السؤال. مظبوط كده، مظبوط كده. ومن ثم انما هو يعني في النظم، في الهند، في امريكا، في بريطانيا، في المانيا، في فرنسا، في اي بلد انت عايزاه، من الذي يرشح لعضوية البرلمان؟ ومن الذي يرشح لرئاسة الجمهورية في النظم الرئاسية، او لرئيس الوزراء في النظم البرلمانية؟ الأحزاب. الأحزاب هي الهيئة السياسية الوحيدة دون غيرها. صحيح. التي لها حق الترشيح للمناصب السياسية. وحضراتكم في سنة تانية سياسة في مادة النظم السياسية لما نيجي نقول ايه، ما هو الفارق بين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية او التنظيمات غير الحكومية؟ على فكرة كان في احد الأسئلة يا فندم هو في سؤال جانا عمرو احمد فرقة اولى. الفرق الرئيسي يعني انت ممكن تلاقي جمعيه اهليه ولها تنظيم ولها برنامج ولها قياده ونشطه جدا. الفارق الوحيد الاحزاب هي الهيئه الوحيده التي تسعى الى السلطه. القانون نفسه بيقول كده. القانون مظبوط. هي وظيفتها التنافس للوصول الى السلطه. طب ازاي؟ سلميا، من خلال خوض الانتخابات. الجمعيه الاهليه يجوز لها كل المقاومات التنظيميه وكذا وكذا وكذا، انما ليس من حقها. انت ممكن تنزل الانتخابات يا مستقل يا عضو في حزب، مفيش حاجه ثالثه. اذا لا، ده انا قلت تعبيري الاحزاب هي موتور الحياه السياسيه، سواء في دوله حزب واحد، الصين، سوريا، اللي بينظم الحياه السياسيه بيدير الحياه السياسيه حزب واحد، او زي ما كان عندنا قبل كده الاتحاد الاشتراكي، هيئه التحرير، الاتحاد القومي، بعدين المنابر يا فندم، والمنابر او تعدد احزاب. احنا يعني عشان كان بيرد ربنا في وضع انتقالي، احزابنا تواجه تحديات كبيره بتحد من وجودها، بتحد من حركتها. هل الوضع الانتقالي ده يا فندم يستدعي اننا نقول ان مع الحوار الوطني احنا بنعيد تعريف السياسه في مصر من جديد؟ لا شبهه في هذا. اذا الحوار السياسي ان شاء الله، انت بتعيد رسم الخريطه السياسيه، بتعيد تعريف ادوار الفاعلين السياسيين، بتدي لكل هذه القوى السياسيه علنا تحت شاشات التلفاز الفرصه انها بتعبر عن نفسها وبتقول ماذا تريد وإيه نوع
الحياة السياسية اللي هي بترغب فيها في إطار الدستور.